ما كش هادر ما تهدرش وين من تسع احنا نستناو وين 11 ونص عام نهدر عام نهدر يهدر يبدا على التسعة 11 ونص ما كاين حتى واحد وهذه بكل راجع مسؤولين وكاين جو مسؤولين واقفين ها كان يدوا التسعة لا يعني دوكا تقلق فيا دوكا انا ما تقلقش انت قلت لي علاش انت علاه ما تهدرش مش كيف كيف انت كبير واش نقولك بلا خليني نتكلم خليني نجيب بعد منك مالك فوالا فوالا يعطيك الصحه يا راجلي العزيز قررت روحي تصيبي الراجل اللي يستنى فيك في الكيشي ترفضي لي زامخيمي وتولي تجري ما توقفيش وقفه تسعة تاع الصباح وانا نستنى خلاني نقعد مع اللي جا نسمع في الهضره واش راكي تقولي قاعده مع اللي يسوى واللي ما يسواش شكون اللي مش عاجبك هنا لالا وانت يا لالا واش نطقك هضرت معاك انايا وانت زايده عليك الريشه فوق راسك منك من الناس تستناي مني من الناس بيسر سمعتي مرة أخرى كي تهضري مع للياتك عارفي كيفاه تهضري شوفي كل بيجش رمضان نشوفك اليوم الحق على رجلي لو كان بعت الشوفير يدي لي زان بريمي لو كان ما ناش نسمع في هذه الهضرة منك أي 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 سكتونا صباح الله مع رمضان هذا أي واحد ديجا هو هي هو هو سبحان الله تعرف لا ما نعرف ما تعرفوش هو شوف مني كيفاه مفوخين خاطر هذا هو النض من الناس شنو اللي شقيتني اليوم في صبحة رمضان والله ما تفرق يا نهار يا نهارك هذا هو السين هاو جا ان شاء الله يكون وجد لي الكواغط اللي فصها عليه رجلي واذا ما وجدهمش نعرف اش ندير معاه بسم الله الرحمن الرحيم تجو شريطو بابا بابا إذا صبح رمضان ما يركضوش كيما الناس بكل تجيبو مين يا أخي لهفة يا أخي مصيبة يا أخي ها وأنا موظف الاسم أنا نجي بصح هما واش جابهم بصح بصح شوف والله العظيم كل واحد منهم يدي ورقة يزيدو يديو لاك ديسي تاعي معاهم أيا دلع بلعقل واش دخلك؟ صار انت هو الاول حبيت تفهم اسمع درك فهمك انا ثاني كنت تدير ورقه ثانيه ايوا وسعك ما فهمتش تقلق اضرب ما تطولش ما تطولش ها نقول لك ما عنديش وقت الرقصة باش تبني نعم اسمع هذه ولازمنا ورق كبار واش فهمك عندك كلش عندي الشيء اللي قلت واش قلت واش قلت الشيء اللي طلبته جبته ايوا ما لا درك الشيء اللي طلبته درك تفهمو درك فهمك هذا دوري دي انا ثاني درك صبحت عليا درك انا ثاني صبح عليك اخويا ايا ازرب 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 ما عندكش الوقت نقمه نقمه ها ازرب صح كازي جيب لي سيار ايه كاين حاضر حاضر سيدي حاضر كلا سن ها خويا ها وصافي ها دوك يا نحكم كلاك زعما عندك كل شيء الكاز الجزائر تاع هذا تاع هاو تاع جديد هذا طلبته جديد جبته عطيني تاع العام اللي فات توا تاع العام اللي فات كاين هي كاين ها كاين كاين ها عمل ولت انا كي جيت ندير الدوسي طلبته ها خاطري هذا وين هو هذا عنده كل شيء صار ها خويا ها شوف صافي ديما قد انا ناس ملاح انسان طيب كنت سكت علينا مش خير
الإدارة هنا سي محمد. صح صح أخويا أنت شو هنا ولا؟ أسكت علينا أنت، احترمونا شوية. أو فيش فاميليا وي صار عندك فيش فاميليا صار سكع فيش عندك فيزيوال هي ها تاي وحدي هي تاتات وين هي يا ربي وين هي ها بابا عنده كل شيء مصيبة هذا عنده كل شيء بصح نحكمك نحكمك والله نحكمك بصح الريزيدانس ها الريزيدانس هاي كنت زرب شوية مش خيرة يا خويا انا غالب شحال ما عندكش اخويا خلي الدلع خلي الدلع لا لا عندي 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 خويا عندي الشيء اللي تطلب كاين الفاتورة ها فاتورة تاع الماء تاع الماء وي هادو كاينين هادوك انا عمري ما نفسد الماء ما والو ها شوف صح لا غالب مش انا اللي نطلبها هم القانون يقول لك لازم الفاتوره تاع الغاز وحدها والفاتوره تاع التريسيتي وحدها والله غالب على بالي ما عندكش طلبتهم داروهم لي هي صح والله ها طلبوهم لي درتهم هي هذه تاع الغاز لا طلبوهم لك درتهم شكون اللي طلبهم لك احتاجهم احتاجهم داروا لك فاتوره هذيك تاع الغاز ولا تاع الماء تاع التريسيتي هاي خويا تاع التريسيتي ها من الزوج كيما فين يديروا الفاتوره في داك فين يدوم في زوج انا عندي ناس داروا انا ساره اسمع ما حيش نقعدوا هنا سي اسمع ما عجبكش الحال برا ها واش نقول لك تبلوا العبد صباح رمضان كل واحد يصبح ها هي فيها بركه درك او العبد قلبو خارج وانتم ما لا تعبوا فيها خليه يخدم خدمته اسمع اسكت ولا قلت لي الويل ها الويل ها خويا او كلام ما لا في ما لا في هذه نحكي كذا معك يا خي والله بس عندك نحكي شوف الوي هو صح قالوا في واحد وي بصح جانا قانون البارح برك لازم 10 10 سنين 10 شهور 10 شهور كاين 10 سنين تحب جبتهم هم هنا هم خويا عندك العشرة عشرة مسكين ها ها مسكين أنا نمسكهم على كل عشر شهر كي قرب عام نمسكهم ها هذه خاطر هذه تاع تاع العسكر هذه باش عقبت العسكر لا تسحقها نديها لك تفضل سيدي تفضل سيدي تفضل اسكت علينا واش تخدم؟ جارنا طبيب انت طبيبة؟ لا جارنا اللي يسكن بحدنا طبيب جارك طبيب واش سيدي تسمى تسمى تمسخر بيا انا حاشا حاشا ما كنت مسخر لا انت مسخر انت ما عليك وش هي هذه ورقه ما كنت تقول هي هي تاني ما فيها والو ها كنت سكتوا علينا شوية لا قاعدين تمسخروا هنا ولا أي إدارة هنا يا لحمي إدارة احترام شوية أو نعيط للشوش أنا نديرو نجيو الشوش فاز علي الورقة تاعك سيدي مليح تهني سيدي واش عندك هادي ما تحتاجهاش هاي عندك سيارة أنا عندك سيارة ما زدت ما شريتش بصح راح نشري وحدة إن شاء الله إن شاء الله نخدم ونشريها تشري ولا ما تشريش عندي فيك أنا تشري ولا ما تشريش باش جيت جيت في الترام يا في الكار هات التيكي تاع الكاس وي تاع البيس هات التيكي تاع البيس كاين أنا سالت تاع الكاس راح نقول لك ها تاع البيس ها هبلتوني هبلتونا كش ما قعدتون بيان سور نقول لك تيري التيكي تاع الكاس والتيكي تاع التيكي تاع البيس هذا التيكي تاع البيس جبتو ها مكتوب ها ها مكتوب من دارنا للحي ها سيدي واش تحق لا 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 محمد رسول خيار القوت لا قول سيدي خيار القوت لا انسان طيب لا بسم الله هاك اخويا ورقتك هاك اخويا ورقتك على وجه ربي يرحم والدك ذهب وجهك عليا اللي حاطيها لي برك يرحم والدك يرحم والدك اي شفتها شفتها عديتها 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 عافية يرحم والدك اما اخوتي عافية الدلع الحاجة الله يسجيك غير دقيقة باك نجوز عندي هضرة معاه وخلاص جوجي لا
حنا جايين نغنيو، حنا تاني عندنا غير هضره برك. واش حاشم الدرهم دوك نسحقهم تاع الاولاد؟ اسمي بالعقل، ما تبهدلينيش قدام الناس بالعقل. هاني فهمتك. اسكت، مبهدلك اليوم. بالعقل شهرين وانت تقول لي نعطيك الدرهم وما مديتيليش. اسمعي، وشنو نهار الاول تاع رمضان؟ شوف مصروف شويه بزاف، خليني يومين ثلاث ايام وشوفي. والله دوك نبعثهم لك. تصرف على ولادك الاخرين وولادك اللي معايا، واش ندير لهم؟ واش نوكلهم؟ مبهدلك اليوم. ما كان والو. ايه شوف في ذاك النهارين، نهارين شوف والله نبعثهم لك براسك. مزيك نجيب لك لابوليس. لابوليس؟ ايه مبهدلك. واش كان لابوليس؟ انا ما زيدش معاك الهضره. والله نبعثهم. قلت قول له روح روح برك، روح روح يا مد هزك روح. ما وصاوكش عليا؟ اسمح لي. الو نعم. بلكين بوايط الطبيب قال با كونسيرف. شوفي لهم الحبل اللي شيتو الصباح راه في الفريجيدير، دير لهم دي ستيك هاشي. بصح لا زيت لا مارغارين، الزبده. نعم ما تنساش تاخذي لهم الدوش. خذي لهم دوش قبل بالباموسون والشامبوان، ونشفي لهم بالسيشوار بلاك تخليهم يخرجوا للبالكون. ها يقعد يضربهم البرد. يا عمري على اللي كان يشتوي نموت عليهم. اسمعي ما تنسيش تحطيهم فوق الزربيه بعد الدوش، وفتحي لهم التلفزيون دير لهم كاسيت تاع ميكي يموتوا على ميكي. ياكلوا وايدهم. اسمعي وبعد حطي لهم لي ستيك فوق الزربيه وتلهم ياكلوا. حق سيدك التليفونه ولا ما تليفوناش؟ على باله في المقبل نتليفوني له. ما نعرف البورتابل قافلو، ما نعرف ما كاش الشو. شوفي تليفوني له في الفيكس درك درك في الحين وقولي له لا راهي تستنى في المضرب اللي بعتها ليه. فهمتي؟ ايه وقولي له تستناك برا عند البورتاي. ما تنساش بلاك تخليهم يخرجوا للبرد. بوسيهم لحنونة اللي كان يشتوى نموت عليهم. قلت لك ما وصاوكش عليا. ما وصاوكش عليا ذاك الموسيقى انا ثاني عليك. واش تحقي؟ واش نسخاص؟ ما قالوا لك والو. شكون يقول لي انا؟ اللي زامبخيمي. اللي زامبخيمي هذا؟ اسمعي اسمعي راكي منك منهم. انا نقول لك راني منك من الغشي. انا ما عندي لا امبريمي لا والو. تهضر معايا هكذا؟ لا شكون انت يا شكون؟ تندم عليها هذه الهضره. والله راني نخرجك من خدمتك. اسمعي دزي معاهم. دز معاهم. انا نقول لك قلت دز معاهم. روحي طوموبيله يستنى فيك برا. روحي روحي روحي. شوف والله غير يجيبوك عند رجليه تطلب السماح وما نعتقكش. اون فيغا. دزي معاهم. تشوف اللي جيت طلع عليا كرستو لهنا. علي اختنار يا حسن. وكيفاش ما نروحوش وقت الفطور؟ يا عندك الحق عينا بزاف وقت الفطور. هيا نروحو. هيا كامل